وفي شأن متصل، أكدت وزارة الصحة خطورة توجه المخالطين للحالات القائمة لأماكن الفحص العشوائي، ما قد يتسبب في نقل الفيروس إلى المتواجدين في هذه الأماكن، خصوصا في ظل عدم وجود الأعراض المصاحبة والتي قد تظهر على المصابين في كثير من الأحيان، والذي قد يشكل تهديدا لسلامة الكوادر العاملة والمتواجدين في مواقع الفحص العشوائي.